تبرع في العديد من الأدوار حتى ارتبط اسمه بالضحك. يبدع في اختيار أفكاره بدون إسفاف أو مبالغة. ولكن كيف للمبي ملك الكوميديا أن يعمل في مجمع طبي في السعودية؟ وصلنا مكتب الليمبي. الحين نشوف الليمبي نتعرف عليه. صبح صبح عم الحق. طيب هذا الليمبي موجود معنا. حبيب قلبه قد عن قلبي جابك كده فجأة على. انت ايه اللي جابك هنا فجأة؟ ولا اي حاجة، لقيت نفسي فاضي قلت اخش اشتغل. ايش جابك السعودية يا الليمبي؟ والله يعني مندور رزقنا. عندما علمنا أين يعمل الليمبي ذهبنا إليه مسرعين، وكان بيننا هذا اللقاء. طيب دور رزقك في السعودية يعني؟ طبعا الواحد بدور رزقه في كل حتة في العالم كله، فأنا لقيت نفسي جيت على هنا. طيب إحنا يعني الناس كلها يمكن تحس إنه فعلا هذا محمد سعد، ما شاء الله تشابه رهيب، الأداء واحد كل حاجة، لكن هذا الفنان السعودي محمد بافرحان. محمد أبهرتني، أنا عارفك من زمان وأبهرتني تاني دحين بعد. حبيب قلبي أهلا وسهلا فيك وشرفتني ونورتني طبعا. وحقيقي شرف لي أن أنا أكون في جريدة المدينة معاكم اليوم. من الأشياء اللي فاجأتوني بيها اليوم في جيتكم عندي بصراحة. محمد يعني كيف تقمص الرهيب ما شاء الله هذا؟ يعني كيف تدخل الشخصية؟ دخول الشخصية دي طبعا حب التمثيل بيخليك بتخش في الكاد في الشخصية نفسها بسهولة. إذا أنت كنت حابب الشخصية نفسها، كل كاركتر أنت بتحبه بتقدر توصل له بسرعة. طيب يعني إيش كانت بدايتك في هذا الموضوع؟ كيف دخلت؟ كيف يعني قررت إنه خلاص شفت التشابه بينك وبينه مثلا؟ طيب هذا الشيء سبحان الله كان مزح شباب في الثانوية. أول ما ظهر فيلم مع علاء ولي الدين الناظر كان فيها شخصية محمد سعد بالليمبي، أول كانت شخصية للليمبي. فسبحان الله الشباب كلهم نادوني، صاروا ينادوني من بعد الليمبي وصاروا يشبهوني بالليمبي. فرحت كعندي فضول أشوف مين الليمبي، رحت شفت الليمبي لقيت فيه تشابه ما بيني بينه. حاولت أجيب الكاركتر لقيت أنه كاركتر جدا سهل لي. بتقن اللهجة المصرية من حب في الأهل طبعا الشعب المصري ولتمثيلهم، فعشان كده بتقن اللهجة المصرية. طالب القرب منك، ما انت قربت ولا تيجي تقعد على حجري في ايه؟ يا لمبي افهمني، انا طالب ايد مامتك. انا رزق، انت بتخن عم بخر؟ لا حاشا وماشا. يظن الكثيرون ان مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي يتعدى دخلهم الملايين، وفي أسوأ الأحوال يكفي حاجتهم وزيادة. ولكن للفنان محمد بافرحان رأي آخر. أول شيء أنا أحب شغلي، أنا شغال HR، أحب شغل HR. طبعا مستحيل الواحد يقول لك ممكن يختني من التمثيل بسرعة. أنا شغال في سوشيال ميديا وشغال ممثل مسرحي، بس إلى الآن ما اكتفيت أنه أنا يكون دخلي ثابت أنه من السوشيال ميديا أو يغنيني عن أني أنا أسيب وظيفتي. يعني الناس كلها تحس ان كل السوشيال ميديا كل المشاهير دخلهم بالملايين، فهذه معلومة خاطئة. معلومة اكيد خاطئة، لانه مو الكل بيكون عندهم الملايين، لانه هذا رزق بيد ربنا. فالاخر في ناس ما شاء الله واصلة الى شيء ما شاء الله تبارك الله، وفي ناس دخلها محدود، هو يقول لك شيء يعني منقطع وليس مستمر. نقول ان شاء الله بعد رمضان ده لا ما في بصراحه، مركز في الانتشار شويه. بس شغال على السوشيال ميديا، على سناب شات، شغال على تيك توك، شغال على كده منصه تواصل اجتماعي. في رمضان حاليا ما في، بس نتمنى انه ان شاء الله الايام الجايه يكون في اعمال. بتجيني الافكار سبحان الله فجاه كده، بتلاقيني جالس بتجيني فكره كده كوميديه بقوم اعملها. انا ما بشوفها كوميديه بس سبحان الله بلاقي رده فعل الناس بتضحكهم جدا. نهار اسود، يا نهار اسود، هيب ازاي؟ حضرتك دخلت لهم ايه يا عدل؟ حضرتك ان في مسجون حواليها من الصبح ما عرفش، فربنا وفقه وهرب بالليل؟ انت مجنون ولا ايه يا عدل؟ اول حاجه اقول لكم كل سنه طيبين وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم، وان شاء الله ينعاد علينا بكل سنه بصحه وسلامه.
واللي حابب يدخل المجال ده صدقني انا اقول لك حاجه واحده، لا توقف واستمر. طول ما انت عندك الرغبه حتوصل للشيء اللي انت تحبه في اي مجال، سواء الفن، الفن مجال واسع، سواء كان تمثيل، سواء كان رسم، سواء كان ابداعات كثيره. الفن شعب، يعني شعب كثيره، فاستمر ولا توقف عن حلمك. والله بص يا برنس، يعني هو لقمه العيش، يعني الواحد بيقول لازم نعمل، استنى الطاقه ضاعت، ايوه كده اظبط الاداء. يا سلام عليا بقى وانا اتنتك اظبط وسني شد السماغ زي كده كده خلاص رجعنا للشغل. حياك الله حبيبي ونورتني ودوز بقى على صحياتك حبيبي. الله يسلمك، يعطيك العافيه يا سيدي، شكرا. يلا اجري.